سلام الدريات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفت نتوما، عارفكم الحشومة مامي. نتوما تتشاركوا معايا الفرحة في أي حاجة، في حاجة عرفتوا غادي تفرحوا معايا. غتسمعوا واحد الخبار سمعتها اليوم، كنت نتسناها من شحال باش غادي توصلني، وصلتني دابا واحد الخبار. تخيلوا البنات، كنت نتصل بواحد الدكتور في تركيا، دكتور في تركيا، تنتواصل معاه، صيفطاتو لي واحد السيدة قالت لي تواصلي دكتور خاص بالنخاع الشوكي في السلسول ديال الظهر. قالت لي اتصلي بها حورية وهضري معاه. وفعلا اتصلت بداك الدكتور، عرفت انا نهضر معاكم ما قدامنيش فرحه. اتصلت بداك الدكتور البنات، اتصلت به في التليفون في الواتساب، على الواتساب، وصورت ليه السكانير ديالي، ليريم ديال ظهري ديال السلسون، صورته ليه، وكان يديري ليا فيديو كيفاش تحركي في رجليك، كيفاش سولني اسئله على كيفاش نحرك رجلي بالاحساس، فين تنحس المناطق تنحس بهم. وعرفتي تخيلوا، وصيفطهم لي وقال لي تسناي حوري غندرسوا الحاله ديالك وغادي نتصلوا بك مع 4 ايام. واليوم اتصلوا بي في التليفون، عرفتي تتصل بالدكتور في التليفون، قال لي حوريه، قال لي عندك امل توقفي على رجلك في 100%. قلت لي كيفاش يا دكتور؟ فيقني من النعاس، فيقني من النعاس. قال لي عندك الامل، قال لي غادي ديري عمليه جراحيه، عمليه جراحيه. قال لي السلسول ديال ظهرك عوج، السلسول ديال ظهرك راه عواج. قال لي دابا خصك ديري عمليه الزرع. قال لي غادي تحيدي اول حاجه، كاين شي حديد لاصق ليا في ظهري، غادي تحيد، وغادي الفقرات غيتبدلوا، غيتزرعوا فقرات قال لي اخرين. وقال لي وغتجلسي في الكلينيك عندنا هنا في تركيا، غتجلسي في تركيا، في تركيا، وتديري غتجلسي قال لي شهر، وديري داكشي فيزيائي، يعني قال لي غادي الحركات، قال لي غيكون الحركات في الماء، الترويض غيكون في الماء، وروبو ديال اللي غادي تلب بحال كروبو تيمشيك، ويعني العمليه غادي تبدل، يعني العمليه قال لي ناجحه 100%، وغادي ترجعي توقفي على رجليك. يعني انا ما نكذبش عليكم، فرحت بزاف حيتاش لقيت الامل، عندي امل نوقف على رجلي. وقال لي الطبيب غديري عمليه جراحيه وغادي توقفي على رجليك، يعني. ولكن في نفس الوقت قال لي دابا غتصوري لي الباسبور ديالك، غتصوري الفيزا ديالك، الباسبور ديالك، باش غادي نصيفط لك واحد الدوسي تمشي تخرجيه، تمشي تخرجيه. والعمليه، ولكن التكاليف ديال العمليه قال لي 15 مليون، التكاليف ديال العمليه، التكاليف ديال العمليه 15 مليون. وقلت ليه معايا البنيه صغيره، قال لي بنتك تقدري تجيبي بنتك معاك، ويجي معاك مرافق اخر اللي غيجلس معاك في نفس الغرفه. والعمليه خوتي 15 مليون. عافاكم عافاكم. شوفوا انا دابا واخا تعايروني، اللي بغى يوقف معايا نعطيه النمره ديال الدكتور يمشي يتواصل معاه، نعطيه النمره ديال الطبيب وقفوا معايا نوقف على رجلاتي. يعني عندي الامل وعندي العمليه ب 15 مليون، دابا جبت ليها الماكسيموم 15 مليون، واللي بغى النمره ديال الطبيب يدخل عندي ونعطيه النمره ديال الطبيب ويمشي يتواصل معاه. الله يسهل عليكم.